صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 30 لسنه 2023 بتعيين مدراء في الجهاز الوطني للايرادات وذلك بناء على عرض وزير الماليه والاقتصاد الوطني جاء فيه الماده الاولى يعين في الجهاز الوطني للايرادات كل من السيده ندى علوي حسن العلوي مديرا لاداره الاتصال السيده ساره محمد صالح الكواري مديرا لاداره التخطيط ومتابعه الاداء السيد محمود فؤاد حبيب خليفه مديرا لاداره التدقيق الضريبي، السيدة أمل أحمد حسن الدوسري مديرا لاداره العلاقات الضريبية الخارجية، السيد أحمد عبد العزيز عبد الغفار العلوي مديرا لاداره الشؤون القانونية، السيد فهد محمد علي اليحيى مديرا لاداره العمليات الضريبية.